الدعارة في السعودية. ربما تتوقع أن هناك خطأ في العنوان وأن المقصود بذلك دولة أخرى، لكن ما ستشاهده بالفعل في هذا الفيديو هو بحث وتقصي قام به حساب خط البلدة عن الدعارة في السعودية وعن علاقة هذا النشاط المشبوه بأجهزة الدولة. القصة بدأت من الترندات. قبل سنة من الآن شدنا ظهور واسم معصية راحتي على تويتر. تكرر ظهوره في كل يوم جمعة دفعنا لتتبع قائمة الترندات. جلسنا نتابعها مدة سنة كاملة، وجدنا أن هناك تعمدا منهجيا لنشر الرذيلة. فواسم معصية راحتي يظهر كل جمعة، إلى جانبه تظهر وسوم أخرى، منها سالب الرياض، موجب مكة، مساج إن جدة. الذي أثارنا بداية أن الحكومة هي المسيطر الوحيد على قوائم الترند وتتحكم بها بشكل كامل. وهنا قفز السؤال: من يريد نشر هذا الانحلال؟ ومن يقف وراء هذه الوسوم والحسابات؟ ولماذا أفسح لها المجال بهذا الشكل؟ أولى خيوط شبكة الدعارة. بعد قيامنا بمتابعة قوائم الترندات طيلة سنة كاملة، وجدنا في هذه الترندات حسابات تروج للدعارة وما يعرف بالمساج. هذا عدا الحسابات التي تنشط في كافة الترندات الأخرى وتغرق الحسابات بالمحتوى الجنسي وتروج لما يعرف ببيع الأعضاء التناسلية الاصطناعية. قمنا بتتبع هذه الحسابات وعددها بالآلاف، ووصلنا إلى قرائن واضحة بأن هذه ليست مجرد حسابات تنشط على تويتر، إنما ترتبط بشبكات دعارة وتقوم بالإتجار بالجنس بشكل شبه علني في بلادنا. ما تشاهدونه أمامكم الآن عينة بسيطة من مجموعة كبيرة من الحسابات التي تم رصدها والتي يزيد عددها عن 2000 حساب تروج جميعها للدعارة في السعودية تحت مسميات مختلفة: مساج في البيت، بيع أعضاء تناسلية اصطناعية، بنات من أجل ممارسة الرذيلة، علاجات منع حمل وإجهاض، ومقويات جنسية نسائية. قمنا بعد رصد هذه الحسابات بفرزها إلى مجموعات حسب الخدمات التي تقدمها، ثم قمنا باختيار عينات عشوائية من كل تخصص 4 حسابات للتأكد فعليا من الخدمات التي يقدمونها. والصدمة كانت في التالي: هذا الحساب الذي تديره سيدة تسمي نفسها منسقة المساج وتضع لنفسها عنوانا في الرياض، راسلنا، عرفنا أنها منسقة بيت دعارة، وتبين لنا أنها توفر خدمة فتيات ليل بأسعار تتفاوت بين 500 ريال إلى 5000 بحسب جودة الخدمة. قلنا إننا في حي الملقى في الرياض، ثم قلنا لها ربما أننا لا نستطيع استضافة هذه المومس عندنا، فأكدت أنها توفر بالإضافة إلى المومس مكانا أيضا. حين سألنا عن الجنسيات المتوفرة لأجل هذه الخدمات القذرة، قالت أن لديها 6 جنسيات. هذا حساب آخر يدعى، وتعرف أن لديها مساجا وخدمات أخرى في جدة. تحدثنا معها لنعرف الخدمات التي تقدمها، قالت أن لديها مساج وجنس وسهرات رقص ووناسة، وأن لديها 3 جنسيات، واشترطت أن يأتي الزبون لاستلام الفتاة من المكان الذي سترسله عبر واتساب. وبعد الاتفاق، وبعد أن وثقت أن المتصل جاد، أرسلت لنا حسابها البنكي وأرسلت موقعا يعود إلى منطقة البلد في جدة لاستلام المومس. الحساب الثالث وصلنا إليه عبر السناب شات، يمتلك شبكة دعارة في عدة مدن داخل المملكة، لكنه لا يرسل أي فتاة قبل إرسال دفعة أولى من المبلغ، والخدمات التي يقدمها تكون بالساعة، وكل ساعة لها سعرها وبحسب الخدمة التي يريدها الزبون. أما حسابات بيع الأعضاء التناسلية الاصطناعية والمخدرات، فكان وصول منتجاتهم أسهل مما نتوقع بكثير،
لا دفعة أولى ولا احتراز. يصل المنتج في المكان والوقت الذي يتفق عليه، ولا يبدو أن هناك خوفاً أو حذراً من شيء. فقال لنا صاحب متجر الألعاب الجنسية هذا إن الدفع كاش يد بيد بالرياض، وإذا تبي شحن ففيه، والتحويل عبر بنك الراجحي. المثير في كل ما سبق أن جميع الذين يعملون في هذه الأعمال القذرة يحملون أرقام هواتف محلية، بالإضافة إلى امتلاكهم حسابات بنكية محلية أيضاً. وهذا يعني بالضرورة أن معلومات هذه الشبكات معروفة ومكشوفة أمام الحكومة، وهو ما يجعل أصابع الاتهام تتجه نحو نظام محمد بن سلمان بأنه هو من يفسح المجال لهذه الأعمال لسبب أو لآخر. الدعارة المتخفية. الأمر لم ينتهي في سناب شات وتويتر، إذ قادنا البحث إلى تطبيقات تعرف بأن مشتركيها يبحثون عن المواعدة والعلاقات خارج إطار الزوجية. أشهرها تطبيق تندر، الذي كان محظوراً في السعودية طيلة سنوات منذ انطلاقته. لكن هذا الحال تغير قبل 3 سنوات، إذ رفع عنه الحظر، والمفاجأة الأكبر أنه يحتل المرتبة الأولى في التحميل بين حسابات التعارف في السعودية حسب موقع سيميلر ويب. ووفق نتائج التحقيق، وجدنا أن الأمر ذاته يسري على تطبيقات أخرى مثل محبوبي وقلوب وأحباب وتشارز وأحلام وأوكي كيوبيد، وجميعها حاليا متوفرة بنسخ عربية ورفع عنها الحظر في السعودية، بالإضافة إلى وجود تطبيقات أخرى كثيرة تؤدي ذات الغرض وليست محظورة، لكن انتشارها لا يزال محدودا، مثل أزار وشبابيك وغيرها الكثير جدا. حكومة محمد بن سلمان تمهد الطريق. أختك وهي أختك ما عندك سلطة عليها، زوجتك ما لك سلطة عليها، أنت في عصر محمد بن سلمان. كلام أمل الشهراني لا يختلف كثيرا عن واقع الحكومة التي سهلت العلاقة بين الجنسين وهيأت الاختلاط في ظروف مختلفة، مثل الحفلات الماجنة، مواسم الترفيه غير المنضبطة، توظيف بنات من جنسيات معينة في المطاعم والكافيهات، تحول شوارع بأكملها إلى شوارع مشبوهة، مثل شارع تركي الأول القريب من بوليفارد الرياض الذي أصبح مكاناً لتجمع الفتيات والشباب من أجل المعاكسة. منها أيضاً السماح لبعض المؤسسات والشركات بتوظيف بنات ضمن شروط لا تتوافق مع عاداتنا وقيمنا، منها أن تكون الموظفة لا ترتدي العباءة. أيادي حكومة محمد بن سلمان الخفية. الدعارة وكما هو معروف لا يمكن أن تكون جهدا فرديا، بل تتم عبر شبكة تحمي مصالحها وأفرادها. والملاحظ كما شاهدنا أن جميع الحسابات والأفراد الذين راسلناهم وأثبتنا أنهم يديرون نشاطات الدعارة والبغاء أرقام هواتفهم محلية وحساباتهم البنكية كذلك، وهو ما يعني قطعاً أن بياناتهم ومعلوماتهم مكشوفة بالكامل لدى الحكومة، بما في ذلك أسماءهم الكاملة وتحركاتهم وحركة حساباتهم المالية وأماكن سكنهم وكل شيء آخر. فلو أرادت السلطة أن تتعرف عليهم وتصل إليهم فتستطيع أن تفعل ذلك في ساعة واحدة، ولا يوجد أي عائق أو معرقل للوصول إليهم سوى رغبة السلطات في أن توقف هذا النشاط. وهذا كله يعزز الفرضية التي تقول أن السلطات هي من فسحت المجال لهم للعمل بحرية داخل البلاد. حالهم بذلك حال المخدرات التي قال عنها داود الشريان ذات يوم إن الحصول عليها أسهل من الحصول على الخبز. أطرف واحد لا دخل الحي ذا ناظر، ها ها شف، أرخص شيء من العاير إنك تشري خبز. وتشير قرائن وشهادات أخرى وصلنا إليها عبر تحقيقنا ونتحفظ على ذكر تفاصيلها حفاظاً على سلامة المصدر، إلى أن من يذهب للبلاغ عن وجود دعارة قرب منزله يدخل في دوامة من الأسئلة: لماذا تبلغ؟
وما مصلحتك؟ فيصبح هذا المبلغ وكأنه متهم بمحاولة التأليب على الرأي العام، والتي تدعي أن لديها القدرة على التعرف على أي شخص يغرد من حساب وهمي في تويتر، عاجزة عن كشف شبكات الدعارة، أم أن شخصيات نافذة كبيرة ترعى هذه الأعمال وهي المستفيد الأول من تجارة الجنس والممنوعات في بلادنا.